القضاء الحوثي يحكم بإعدام 35 برلماني من الموالين للشرعية. ما طبيعة الحكم؟ وهل يعطي الضوء الأخضر للميليشيا لمصادرة أموال وممتلكات المحكوم عليهم؟ ما دلالة استخدام الميليشيا للقضاء للنيل من خصومها؟ أهلا بكم. قضت محكمة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة التعاون مع العدوان. وسبق لقضاء الميليشيا أن أصدر حكما بإعدام رئيس الجمهورية وعدد من رجال الشرعية. فكيف تحول القضاء إلى سيف تسلط الميليشيا على رقاب خصومها؟ هل تضع الأحكام مبررة للميليشيا لمصادرة ممتلكات وأموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة؟ في ظل السخط الشعبي على السعودية ومواقفها السلبية في اليمن، هل يجد الحوثيون بابا للنفاذ منه إلى أذهان الناس ومخاطبتهم من خلال هذه المحاكم وتعزيز أفكارهم وحضورهم لدى اليمنيين؟ وما هو موقف مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاء وقضاء الشرعية برمته من انتهاكات فكرة القضاء واستقلاليته؟ بجلسة فجائية ودون معرفة هيئة الدفاع، أصدر الحوثيون حكم الإعدام تعزيرا بحق 35 برلمانيا بتهمة التخابر مع دول ما يسمى العدوان. أما أن الدفاع يعترض على طرح الدليل، قضى الحكم وفق هيئة الدفاع بمعاقبة المتهمين 35 بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموالهم وعقاراتهم. ومن دواعي السخرية أن الحكم شمل تغريم البرلمانيين المحكوم عليهم بتسليم أتعاب المحاميين مبلغا وقدره 15 مليون ريال. الحكم تضمن رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى. ورغم عدم سلامة المحاكمة، إلا أن ميليشيا الحوثي لا تتوانى عن تنفيذ رغباتها وأطماعها عبر القضاء التابع لها والمصمم لمنحها ضوءا أخضر لملاحقة خصومها ومعارضيها، تارة بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم وأخرى بقتلهم وتعزيرهم. ردا على اجتماع النواب الموالين للشرعية، كان البرلمان الموالي للميليشيا قد أقر رفع الحصانة عن 35 برلمانيا. في ظل السخط الشعبي على السعودية ومواقفها السلبية في اليمن، يجد الحوثيون بابا للنفاذ منه إلى أذهان الناس ومخاطبتهم من خلال هذه المحاكم وتعزيز أفكارهم وحضورهم لدى اليمنيين بأنهم السلطة الأكثر حضوراً والأكثر قدرة. لم يجد المتابع من أعضاء مجلس النواب المحكوم عليهم غير الصمت، شأنهم بذلك شأن حكومة الشرعية التي لم تعد تبدي أي موقف مما يحدث في البلد. والأكثر فداحة من ذلك هو موقف البرلمان المشلول والعاجز عن اتخاذ أي موقف من شأنه الانتصار للبلاد وسيادتها، والذي يتوزع أفراده على بلدان العالم بلا أي دور أو فعالية. لم ينتصر البرلمان لبلاد تموت كل يوم، فهل ينتصر الآن لنفسه؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عمر الحميري المحامي عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية، مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير سيدتي الكريمة ومشاهدي قناتكم الكرام. أهلا بك. إذا بداية، كيف تابعت قرار المحكمة الموجودة في صنعاء والتي قضت بإعدام 35 برلماني مع التعزير واحتجاز أموالهم وممتلكاتهم؟ في البداية، هذه المحاكمة وهذه القضية تعتبر واحدة من الفصول للمسرحية الهزلية التي دأب عليها الحوثي منذ سنوات باستخدام القضاء لتحقيق أغراض سياسية ولتحقيق أيضا أهدافه بمصادرة ممتلكات ونهب أموال الناس بالباطل، وأيضا لتحقيق أهدافه بإضعاف مركز الشرعية السياسي ومركزها أيضا الشعبي، وإحداث فجوة بين هؤلاء البرلمانيين وبين السياسيين وممثلي الشرعية بينهم وبين الشعب، وأيضا
مع المجتمع الدولي باعتبارهم مجرمين وباعتبارهم مدانين، وأنهم محاكمون جنائيا بتهم وفقا للقضاء. ولكن هذه السياسة مفضوحة تماما، ويعيبها أنها مخالفة للدستور، مخالفة للقانون من عدة جوانب. أولا، هذا الحكم ليس الأول ولن يكون الأخير، وإنما هو كما قلنا واحد من سياسة ممنهجة، بدءا بمحاكمة رئيس الجمهورية ووزراء، وأيضا شاهدنا في هذا الحكم إحالة أعضاء مجلس النواب آخرين غير 35 المحكوم عليهم بإعمال حالة التصدي وإحالتهم للتحقيق في جرائم بجرائم مشابهة. هذه المحاكمة أولا يعيبها أنها صادرة من محكمة غير قانونية وغير دستورية. محكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء تم إلغائها بقرار صادر من مجلس القضاء الأعلى للحكومة الشرعية، وتم نقل صلاحياتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في لكن هي نفس المحكمة التي يعني يستلم القضاء فيها رواتبه من هذه الشرعية. ما قيمة الإلغاء والحوثي مستمر في المسرحية التي وصفتها بأنها مسرحية لكن على أرض الواقع هو يعني يحدث ما يقرره؟ هناك نوع من الإيجابية اتخذتها الحكومة الشرعية بصرف رواتب القضاة إعمالا لمبدأ استقلال القضاء وعدم الزج به في الصراع الحاصل في اليمن، وهذه قيمة أخلاقية تحسب للحكومة الشرعية وتحسب لقيادة السلطة القضائية في عدن. وبالتالي فإن هذه المبادئ الأساسية والدستورية يجب ألا تستغل وتستخدم ضد من أعملوا هذه المبادئ وضد من حرصوا على استقلال القضاء. عندما نقول أن الحكومة الشرعية تقوم بصرف رواتب القضاة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، سواء تلك المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية أو المحافظات التي تتبع السلطة الشرعية، فإن هذه السياسة من قبل الحكومة الشرعية تقول بأن القضاء عبارة عن واجب أساسي وخدمة تقدم للمجتمع يجب أن نأي بهذه السلطة عن الصراع. وبالتالي فإن القضاة المحسوبين في المحكمة الجزائية المتخصصة يعتبر قرارهم ملغي بحكم القانون وبحكم الدستور، كونها ملغية بقرار صادر من تلك الحكومة وتلك السلطة القضائية التي تصدر رواتب القضاء وتسلمها. هذا من جانب. من جانب آخر، فإن هناك الكثير من الخروقات القانونية والدستورية التي شابت هذه المحاكمة، بدءا من عدم الاختصاص المكاني لمحكمة صنعاء إذا قلنا بأنها مختصة وأنها مثلا قائمة، هناك عدم اختصاص مكاني نظرا لطبيعة التهمة الموجهة إلى هؤلاء البرلمانيين إذا قلنا أنها تهمة. هذه مسرحية طويلة جدا ابتدأت منذ سنوات. أولا، عندما يقوم البرلمانيون بالاجتماع وعقد جلستهم في أراضٍ يمنية وفي محافظة يمنية تحت قيادة سلطة تعتبر هي السلطة الثالثة، البرلمان، وقيادة أعضاء منتخبون كلهم منتخبون من قبل الشعب، فإن هذه السلطة هي أساسا بعيدة كل البعد عن الصراع السياسي الحاصل، وهي تعتبر سلطة ممثلة للشعب رغم ابتعاد الفترة الزمنية لانتخاب هؤلاء النواب. وبالتالي فإن ما قاموا به من اجتماع والحضور إلى اليمن رغم أن كثير منهم خارج اليمن، شردوا من منازلهم بفعل الانقلاب وأخرجوا من ديارهم وعادوا إلى محافظة سيئون، مدينة سيئون، وعقدوا جلستهم تحت قيادة برلمان يمني، فإن هذه العملية تعتبر عملية يمنية خالصة لا دخل للتحالف بها، كونها تحقق تطلعا يمنيا وتحقق غاية وتعتبر تنفيذا لواجب وطني تجاه هذه السلطة البرلمانية. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك تناقض بين ما صدر من حكم في هذا الحكم من أن هؤلاء النواب هم من استدعوا التحالف، وهناك حكم آخر صدر ضد رئيس الجمهورية بأنه قام باستدعاء التحالف. نعم، سنتحدث عن هذه التناقضات آخر، فإن هناك الكثير من الخروقات. نعم أستاذ عمر، اسمح لنا فقط أن ينضم معنا عبر الهاتف أحد هؤلاء النواب الذين يعني حكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الحوثية في صنعاء، وهو البرلماني محمد مقبل الحميري عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مساء النور أخي العزيزة.
نعم، إذن بداية ما هو تعليقكم على حكم المحكمة الحوثية في صنعاء على إعدام 35 برلماني ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم، واسمك ورد من ضمن القائمة؟ بداية قبل أن أدخل في الموضوع، مثل ما تفضل ضيفك الكريم، أن هذه يعني القضاء اللي يصدر الحكم ليسوا بصفة ولا المحكمة، فهناك قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بنقل الاختصاص إلى المحكمة الجائية في المتخصصة في مأرب، وهؤلاء يعني عبارة عن بلطجة في بلطجة وملشنة في ملشنة، حتى القضاء ملشنوه. أنا أقول هذا يعني نحن نتحاور عن حكم ب 35 عضو برلماني حكم عليهم بالإعدام، هناك آلاف اليمنيين صفوا بدون محاكمة، بدون قضاء، بدون أي شيء، قتلوا سواء بالسجون أو بالقتل الميداني كما حصل في الجوف بأمس يوم أمس القريب، وما حصل أيضا في عدن في 2015، وكما حصل في تعز وفي مخ وفي الضالع وفي مختلف الأماكن، وفي صنعاء أخذوا ناس من بيوتهم وجننوا بهم وأخذوهم يعني ثم قتلوهم، بعضهم أصيبوا بالشلل من سلم أو أصيبوا بالجنون، وبعضهم نعم هذا هو ديدن الميليشيا منذ يعني قدومها. هي حركة عدمية مشروعها الموت، فلذلك يعني تجدون أنها حركة عدمية لا قيمة لها. هذا يستدعي مننا نحن دعاة أو الصف الجمهوري أن نوحد صفنا. هم ليسوا أقوياء، هم قوتهم في تشرذم هذه القوى المختلفة من مختلف التوجهات، وهم لا يفرقون بين مؤتمري وإصلاحي، بين عفاشي وناصري، بين كل المتناقضين. عندهم الحوثي يجمع أنه خصم للجميع، لا يقبل بأحد ولا يقبل القسمة على اثنين، سلالي عنصري، لا يعتمد إلا السلالة، يعني يعترف بك إذا أنت من السلالة الحوثية الهاشمية فقط. نعم، لماذا إذن؟ نعم أستاذ محمد، يعني يبدو للأسف شديد مجلس النواب عاجز ومشلول عن الدفاع عن مصالح هؤلاء المواطنين الذين ذكرتهم في أصقاع البلاد عرضها وطولها، ومصالح أعضائه أيضا. يعني الجميع يتذكر أنه تم الحديث عن عقد جلسة أخرى بعد رمضان، ها هو رمضان القادم الثاني يأتي ولم تعقد أي جلسة، ما هو السبب؟ أختي العزيزة، ليس عاجزا ولكن هناك في تعجيز. هناك هذه القوى مختلفها مع التحالف، مع هذا يجب أن تكون يدهم واحدة وأن يخطوا خطوات واحدة وأن يوجدوا المكان الذي يجتمع فيه أبناء الوطن بكلمة واحدة. لا نتفرق كما أسلفت لك، هذا ينتمي لكذا وهذا ينتمي لكذا، وعلى يعني نحن نؤمل بإخواننا في التحالف أن يهيئوا المكان، لأنه أنت عارفة حاولنا أن نجتمع في عدن، حاولنا أن نجتمع في أماكن أخرى، ولكن هناك في ظروف ليست بأيدينا نحن. نحن مستعدين، البعض يقول لنا أخرجوا لي، أنا مستعد أخرج اليوم، غيري مثلي أحسن مني وأكثر مني وطنية سواء كان، ولكن هناك أمور لا يجب أن نقف فيها بشجاعة، نحن وأشقاءنا والقوى السياسية بمختلف التكوينات والأحزاب، وأيضا المجلس الانتقالي يجب أن يدرك ذلك ويدرك أن الخصومة مع هذه الفئة ليست لطرف معين. هم قبل أن تسقط عمران قالوا لا يريدون إلا المحافظ واللواء القشيبي، ثم بعد ذلك قالوا لا يريدون، عندما أرادوا إسقاط صنعاء لا يريدون إلا الفرقة والجامعة الإيمان، وأول ما دخلوا اتجهوا للقصر الجمهوري والبنك المركزي. هم أبدا لكل شيء، نريد أن ننادي الجميع أن يكون كلمتنا واحدة وقيادتنا واحدة، وبعد ذلك نتفق. ليس هناك شيء مقدس وليس هناك شيء قرآنا، نتفق على كل شيء، لكن اليوم معنا خصم لا يرقب في أحد منا إلا نرادمه. هذا التعنت منه والجبروت هو أصلا مشروع، هو امتداد لمشروع الفارسي حاقد على الأوروبا والإسلام، لا يستهدف اليمن فقط، هو يستهدف المنطقة كلها. وعن ذلك علينا أن نعي جميعا.
يعني استاذ محمد، لو سالتك يعني هذه الميليشيا التي صنعت لنفسها وهم ربما صدقت وعاشت تفاصيله، يعني هي الان تشعر بانها هي الدوله ومحاكمها قيد التشغيل وهناك جلسات وتقضي بالاعدام لمن تجدهم يخونوا هذا الوطن بحسب توصيفهم. على العكس تماما نجد أن الشرعية عطلت مؤسساتها، القضاء لا يعمل، لم يعني يتم حتى تجريم هذه الميليشيا أو محاكمتها غيابيا كما تفعل، يعني لا نجد، رغم أن الشرعية كلها بصفكم والدولة كلها معكم والناس يعني معكم، ولكن لا أدري ما يعني كيف يمكن أن أوصف ما يحدث. الناس البسطاء في صفنا، لكن هناك طواف، هناك صراعات، في هناك أداء لا تستطيع. هل بربك نستطيع؟ ابحثي لنا عن مكان وأنا أضمن لك مجلس النواب يخرج اليوم قبل بكرة. وهذا لن يتم إلا بتراضي الأطراف، وهؤلاء الأطراف يجب أن يدركوا كلهم أنهم مستهدفين سواء داخليين أو خارجيين. فلذلك يعني نقول الحركة الحوثية ليس الهالة هذه ستسقط في خلال شهر أو شهرين لو اتفقنا. أنت تدرون أن أسقطوا عدن وأسقطوا المعاشيق وأسقطوا معظم تعز حتى كانوا بشارع جمال وفي القاهرة والمارب كانوا وصلوا لقلب المحافظة، وبعد ذلك والجوف وبعد ذلك تلاشوا وانهزموا. اليوم يعني هذا صحيح أن الحرب كر وفر، لكن كر وفر يكون في جهتين. علينا أن نرتب جهتنا، وصدقينا أنهم أوهن من بيت العنكبوت إن توحدنا، وهذه المواقف يجب أن ليس لنا خيار إلا أن نتوحد، وإذا توحدنا سقط هذا المشروع الذي هو من خارج جسم الأمة. نعم، ربما هو يستمد قوته من هذا الضعف والشتات الذي يعني تعيشه الشرعية للأسف. لو سألتك أخيرا أستاذ محمد، هل هناك أي ملامح لانعقاد جلسة لمجلس النواب لاستعادة نشاطه لأي تحرك قادم؟ أختي الكريمة، مجلس النواب يتشوق اليوم قبل بكرة، لكن القرار ليس بيدنا، لأنه من يملك من يسيطر على الأمن في على الأرض هو الذي يملك قرار. أما الأعضاء يتحرك، بل إنهم دائما نقاشهم متى نعود متى نجلس. البعض يقول وينكم يا جماعة، هل يعني أنتم بحاجة لجلد؟ هؤلاء كلهم قادة، كلهم مستعدين يخرجوا، لكن وهيئوا لهم المكان صغير كذا يخرجوا وسيخرجوا. بل بالعكس، خرجنا أكثر من مرة لليمن، رحنا لعدن جلسنا، رحنا لسقطرة، رحنا لعدن، رحنا لكل مكان، ومستعدين نذهب ونحمل رؤوسنا على أكفنا، ولكن نريد نضمن الصديق قبل العدو لننزل لأن أنت بتعود ب 150 عضو 160 عضو، ليس بعشرة ولا بثلاثة ولا باثنين. هذا يتطلب ترتيبات وتوافقات، ويتطلب جانب أمني، ويتطلب توافق الشرعية مع المجلس الانتقالي، مع التحالف، يجب أن يدركوا هؤلاء الأطراف كلهم أن مجلس النواب انعقاده هو طوق نجاة للجميع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عمر. أستاذ عمر، لو يعني وضعنا مقارنة صغيرة بين أداء ميليشيا الحوثي وبين أداء الشرعية، خاصة في مسألة القضاء والمحاكم، نجد أن ميليشيا الحوثي تستغل القضاء لصالحها لاستخراج أحكام ربما تخولها لنهب ويعني أخذ ممتلكات هؤلاء الناس حتى وإن لم يتم تنفيذ الحكم عليهم. بالجهة المقابلة الشرعية لم تتخذ أي خطوة تجاه هذه الميليشيا، قضاءها لم يجرم أحد، لا تعقد جلسات ل يعني تجريم أو لإدانة أي طرف من أطراف الميليشيا. نعم أختي الكريمة، هذه المقارنة صحيحة وفادحة وأضرارها كبيرة جدا. ميليشيا الحوثي تستخدم القضاء، ولا نقول أنها تلجأ للقضاء. هذه المحكمة سياسية مشكلة من قبل رئيسهم المشاط الذي يعمل تحت إمرة عبد الملك الحوثي زعيم الانقلاب، وبالتالي فإنه لا شرعية تماما لهذا الحكم، وهو في حكم العدم، ولا قيمة قانونا لهذا الحكم.
لعدة اعتبارات، قلنا دستوريا وقانونيا أنها غير مختصة، أنها ملغية بالأساس، أنها لم تكن فيها ضمانات المحاكمة، أن القضاة المعينين فيها يعني معينين من قبل هيئة انقلابية وليسوا معينين من قبل مجلس القضاء، وبالتالي فإن هذا الحكم من عدم. ولكن نقول أن سلطات الحوثيين الانقلابية تقوم باستخدام القضاء لتحقيق أهداف سياسية ولتحقيق أيضا أهداف ومكاسب مادية، عبارة عن نهب بحكم قضائي لتقول للناس أنهم ليسوا نهابين وإنما بحكم قضائي. عندما تقوم بالسطو على المنازل تقول بأنها تقوم بذلك بناء على حكم قضائي، وبالتالي فإن هذا الاستغلال للقضاء هي جريمة أخلاقية وإدانة يجب الشجب والتنديد بها ويجب إيقافها هذه المحكمة غير دستورية. وبالتالي عندما نعود إلى السلطات الشرعية، هذه السلطات الشرعية التي تؤمن باستقلال القضاء ولا تقوم باستغلاله ولا تقوم بتوجيهه، لماذا لا يقوم القضاء بحد ذاته؟ لماذا لا يقوم النائب العام وهي سلطة الدعاء؟ لماذا لا تقوم بتفعيل الملفات القضائية الموجودة لديها بانتهاكات وجرائم وهي فعلا تستحق المحاكمة والحكم بالإعدام تعزيرا ووفق نفس التكييف القانوني للتهم التي وجهت لأعضاء البرلمان بخيانة الوطن، بالعمل على تقسيمه وتشظيه، بالعمل بالقيام بجرائم، باستخدام معسكرات للانقلاب على الدولة. هذه الجرائم تستحق الحكم بالإعدام تعزيرا ومصادرة جميع ممتلكات هؤلاء الانقلابيين، ولكن حتى اللحظة لم نشهد أي محاكمة من قبل السلطات الشرعية، من قبل القضاء، من قبل النائب العام، لم يحرك قضية واحدة حتى الآن، رغم ثبوت الأدلة، رغم وجود ملفات جاهزة للتصرف، رغم وجود سلطة قضائية فعلا تحترم القانون والدستور، ولكن نقول اللهم إنا نعوذ بك من ضعف التقي وجلد الفاجر. لماذا لا تقوم السلطات الشرعية؟ هذا سؤال موجه للنائب العام، موجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى، جميعكم في مواجهة هذا المشروع، كونكم أولا متحملون لمسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه هذا الشعب وتجاه هذا الوطن. هذه مسؤولية قانونية، يجب فعلا التحرك حالا والبدء بالمحاكمات، لأنهم هؤلاء الانقلابيين هم يستحقون المحاكمات العاجلة، وليس البرلمانيين الذين يجتمعون باسم الشعب وداخل أراضي يمنية وتمثيلا لرغبات اليمنيين، وبأغلبية هناك أغلبية ضمن مجلس النواب تجعل هذا المجلس هو المجلس الشرعي والمعبر عن تطلعات اليمنيين. هذه المحاكمة عبارة عن محاولة سياسية لنزع الصفة الشرعية عن مجلس النواب، واللي ما يمكن ما الذي يجب أن عليه على الإجراءات. القضاء ولكن الشرعي السؤال أيضا يوجه، نعم يعني تم يعني إصدار حكم بالإعدام على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية أيضا، والآن 35 برلماني والعديد من الصحفيين، ما الذي يجب على القضاء القيام به؟ نعم أستاذ عمر، نعم إذن إلى أن يعود معنا الأستاذ عمر كنا نتحدث عن عاد الأستاذ عمر. نعم أستاذ عمر تسمعني؟ الأحكام، نعم أسمعك سيدتي. تفضل. هذه الأحكام صادرة من محكمة واحدة، كل هذه الأحكام صادرة من محكمة ملغية وغير موجودة قانونا، وبالتالي فإن الحل للتصرف حيال هذه المحكمة وحيال هذه السلطة الانقلابية بالكامل هو تحرير الأراضي اليمنية وتحرير العاصمة صنعاء وإلغاء هذا النفوذ الفعلي وسلطة الأمر الواقع لهذه الميليشيا الانقلابية على صنعاء، والتي من خلالها تقوم بتمثيل دور الدولة وبأنها تقوم بمحاكمات وغيرها، وبالتالي فإن هذا واجب سياسي وعسكري، يجب بسط سيطرة الدولة وتحرير صنعاء حتى نقول أن هذه الأحكام هي فعلا في حكم العدم، لأن الحوثيين يحاولون التمثيل بأنهم سلطة أمر واقع وأنهم يصدرون الأحكام، في نظر القانون هي أحكام منعدمة وأحكام لا قيمة لها، ولكن من ينتصر في أرض المعركة هو من سوف يقوم بتنفيذ أجنداته وتنفيذ أهدافه بأحكام أو بدونها.
المسألة عسكرية يجب حسمها عسكريا أو إنهاء هذا الاعتراك بمصالحة مثلا بأي حل من الأشكال، ولكن يجب تجنيب القضاء للاستخدام السياسي الممنهج الذي يقوم به سلطات الحوثيين، ويجب أن يقوم مكتب النائب العام بتفعيل دوره القانوني بالبدء بمحاكمات حقيقية، لا نقول بأنها محاكمات سياسية لأن هناك فعلا جرائم موجودة على أرض الواقع، هناك جريمة انقلاب، هناك جريمة محاولة تقسيم أراضي الجمهورية، هناك جريمة استخدام معسكرات ضد الوطن ضد المواطنين، جرائم قتلى بالآلاف، معتقلون بالآلاف، نهب لجميع ممتلكات الدولة واستخدامها لتحقيق أغراض لعصابة ميليشياوية مدعومة من الخارج، من تواطوا مع الخارج ومن قاموا بالتعامل والتآمر مع دولة أجنبية هم الحوثيون، وهم من يجب أن يحاكموا بهذه التهمة عاجلا. نعم وبالتالي فإن هذا الحكم هو حكم كان يجب أن يصدر من محكمة يمنية تابعة للسلطة الشرعية وليس من محكمة ملغية تابعة للانقلابيين. نعم اسمح لنا أستاذ عمر أن ينضم معنا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي عبر الهاتف من لندن. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. القضاء الحوثي يحكم على 35 برلماني بالإعدام، برأيك ما الذي يريد القضاء الحوثي الوصول إليه بهذه الأحكام؟ الحوثي أولا هو يتحدث مع نفسه، يتحدث مع جمهوره، هو يدرك دائما أن هذه المحاكمات هي سورية وهي هزلية في الحقيقة، يعني ليس هناك قضاء حقيقي موجود لدى المناطق التي يحكمها الحوثي، ولا وهو أيضا كحركة لا تعترف بالدولة وجرفت حتى مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها بعد انقلاب في 2014. لا نتوقع من الحوثي أي تصرف عقلاني، لا نتوقع من الحوثي أن يتصرف كمؤسسة أو كحزب سياسي حتى، يعني الحوثيون حركة ميليشياوية تحكمها عقيدة دينية متطرفة قائمة على الاصطفاء الإلهي، فكل ما يسر عن هذه الحركة الميليشياوية هو عبارات عن دعاية أكثر منها حركة حقيقية أو فعل حقيقي. نعم. دعينا نتذكر مثلا أنهم حاكموا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستدعوه حتى إلى محكمة في صنعاء ووجهوا دعوة في الصحف، يعني مسألة هزلية ومسألة الدعاية الانتخابية. لكن في الجانب الآخر ربما مسألة محاكمة ترامب وما إلى ذلك يعني فعلا تبدو هزلية، ولكن في الجانب الآخر هناك ممتلكات لهؤلاء النواب، هناك يعني أموال، هناك شركات تحجز بهذه القرارات القضائية أو الأحكام القضائية، ليس كذلك؟ بالتأكيد هذا هو أحد الأساليب، أحد الأهداف من هذه الأحكام القضائية وهي مستمرة، هذه ليست المرة الأولى، منذ عدة سنوات القضاء الحوثي يقوم بمصادرة الأموال الخاصة والعامة، وقد رأينا كيف سيطروا على مؤسسات اقتصادية مهمة مثل شركة الاتصالات سبا، بنوك تجارية، جامعات خاصة، هذا شيء معروف، يعني الحوثيين لا يردحهم رادع ولا يلتزمون لا بقوانين ولا بأعراف ولا بأخلاق حتى، مسألة هي مسألة صورية فقط، يعني هم كما ذكرت لك هم يتحدثون مع أنفسهم، يتحدثون مع الجمهور الذي يدعمهم، يحاولون أن يقدموا أنفسهم كدولة أو كدولة لديها قضاء وهناك التزام بإحكام القضاء، رغم أن هذا شيء يعني لا يمكن القبول به وتصديق أن هناك قضاء يحكم بالإعدام على 35 برلماني في حالة حرب بتهمة التخابر مع السعودية والتعامل مع السعودية. دعيني أذكر هنا أيضا أن الحوثيين يتمنون أن يتحدثوا مع السعودية، الحوثيون يتمنون أن يجلسوا على طاولة واحدة مع السعوديين، الحوثيين يبادرون دائما بإعلان هدنات متكررة مع العدوان الذي يصفونه بالعدوان، يعني كيف تعلن هدنات وتقدم هدنات مع دولة تصف أنها تعتدي عليك وعلى سيادتك؟ الحوثيين يتمنون أن يتعاملوا مع السعودية وهم يريدون فعلا الدخول في مفاوضات وتقديم تنازلات حتى للسعودية حتى في مسألة السيادة أو أي مسألة أخرى، ولكن مقابل أن تعترف بالسعودية كسلطة أمر واقع في اليمن. هناك ازدواج أخلاقي بالنسبة للحوثيين، أنا أعتقد مناقشة الحوثيين باعتبار مؤسسة دولة ومؤسسة لديها صلاحيات لإصدار أحكام قضائية. نعم لكن برأيك أستاذ الدكتور يعني في ظل السخط الشعبي على السعودية وما يحدث من انكسارات للجيش،
واحدا تلو الآخر. ألا تعتقد أن الحوثيين يجدون بابا للنفاذ منه للناس من خلال يعني هذا السقوط، وتظهر بأنها هي الدولة، هي من تقوم بإصدار الأحكام، هي من تجرم من خرجوا عن منظومة يعني البلاد، ويعني التخابر، ويتهمونهم بالتخابر مع العدوان وما إلى ذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك. المواطنون اليمنيون تحت الذين يعيشون في مناطق يسيطر على الحوثي يعانون من الحياة الحوثية أكثر من أي طرف آخر. هم يدركون عقدة التفوق السلالي التي يتعامل بها الحوثيون مع المواطنين العاديين. هم يدركون الحوثيين عبارة عن مجموعات مصلحية همها النهب والسلب والثراء غير المشروع. المعاناة التي يعانيها المواطنون في مناطق المختلفة لا تدع مجال للشك بأن ينخدعوا بسهولة بهذه السياسات الحوثية، أو ينخدعوا بأن هناك دولة وأن الحوثيين يمثلون دولة. الممارسات الحوثية سواء من نهب المساعدات الدولية، من إيقاف صرف الرواتب، من تعيينات السلالية والطائفية، كل هذا أصبح موضوعا أمام المواطن اليمني. المواطن اليمني بالتأكيد لا يرى الحكومة الشرعية ولا يرى السعودية ولا الإمارات كمنقذ له من نير الحوثيين، ولكنه بالتأكيد لا يعتبر الحوثيين دولة ولا يرى فيهم أبدا دولة قابلة لأن يحكم تحتها. الحوثيين لم يقدموا فرصة، لم يقدموا أي دليل، لم يقدموا أي عمل خير للمواطن اليمني. ماذا قدموا له؟ لا هناك، ليس هناك نظام صحي فعال في اليمن، لا يوجد هناك نظام تعليمي، تم تحوير النظام التعليمي وتم دس أفكار طائفية سلالية في المناهج التعليمية، لا يوجد أمن وأمان، الحوثيون يقتلون المواطنين اليمنيين بسهولة ودون أي رادع. المواطن اليمني لا يجد راتب، لا يجد مواد غذائية، يعاني من أزمات مختلفة، من فقدان الغاز المنزلي والبنزين لمصلحة حيتان الفساد الحوثية. بالتأكيد الحوثيين لا يملكون أي فرصة أمام المواطن اليمني مهما فعلوا ومهما ادعوا أنهم يفعلون أو يمثلوا سيادة وطنية أو يواجهوا عدوانا من أي نوع. نعم، إذن سؤال أخير دكتور علي، كيف تنظر لموقف مجلس النواب والشرعية برمتها من هذه الأحكام؟ يعني لا أدري، هناك يعني بالنسبة لمجلس النواب، نحن ورثنا مجلس نواب من فترة زمنية مختلفة. يعني مجلس النواب الآن يقترب من إنهاء العام 17 أو ما أدري 16 سنة، يعني أقدم مجلس نواب وأول مجلس نواب في التاريخ. مجلس النواب لم يعد فعلا سلطة قائمة حقيقية، لم يعد يشرع، لم يعد يراقب، لم يعد يقوم بأي أداة من أي نوع من المفترضين أن يؤديه كسلطة تشريعية. هم عبارة الآن عن شخصيات محسوبة أو تحت عنوان مجلس النواب أو نواب أو رئيس مجلس النواب، لكنهم لا يمارسون أي دور من المفترض أن يمارسوه، وبالتالي لا نتوقع منهم أي شيء، لا نتوقع منهم أي موقف سياسي أو موقف ضد الحوثيين. أيضا الحكومة الشرعية اليمنية أثبتت للمرة العاشرة أو المرة الألف أنها لا تتحرك وأنها لا تستجيب وأنها مستسلمة تماما لمصيرها، ولدعنا لا نقول تحالفها ولكن لإملاءات السعودية والقرار السعودي، ولم نعد نتوقع منهم أي شيء إيجابي. من كان يمكن أن يتحرك من الحكومة الشرعية اليمنية كان يجب أن يتحرك منذ سنوات، مرت الآن أكثر من 5 سنوات حتى الآن ولم تتحرك الحكومة الشرعية بأي شيء إيجابي. لا أذكر الآن أن الحكومة الشرعية قامت بأي شيء إيجابي في مواجهة الحوثيين أو في مواجهة نفوذ دول التحالف أو في مواجهة حتى المجلس الانتقالي. كل ما كانت تقوم به هي عبارة عن إصدار بيانات ونعمل الدعاية الإعلامية لفترة محدودة وتنتهي. هذه هي الحكومة الشرعية للأسف، ولا أتوقع منها في هذه الفترة أن تغير شيئا مما تعودنا عليه منها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الدكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، من برلين عفوا. عودة إليك أستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني لو تسألنا من أين يأتي الحوثيون بهذه الجرأة والجدية في تهديد خصومهم ونهب أموالهم؟ يعني حتى ربما ذكرنا الدكتور علي العبسي أنهم يعني أجروا محاكمة لترامب واستدعوه للمثول أمامهم في صنعاء، يعني وكأنهم يضحكون الناس عليهم تارة وتارة أخرى، يمررون ما يشاءون من أوراق سياسية.
نعم، وجد الحوثيون مساحة تركت لهم من خلال تخلي الشرعية عن واجبها، من خلال التقصير الكبير والفادح من قبل السلطات الشرعية في جميع المؤسسات على مختلف المستويات. في الجانب العسكري هناك تقصير بل تراجع، في الجانب السياسي هناك جمود، وهناك نوع من التسليم، وهناك نوع من التبلد السياسي وعدم إنتاج الحلول، هناك نوع من غياب النخب، من غياب الأدوار المرتقبة والمتوقعة للأحزاب السياسية التي أصبحت منخرطة بشكل أو بآخر بالتواطؤ والانصياع التام لرغبة التحالف العربي. هناك أيضا تقصير كبير من قبل المؤسسات التي وجدت نفسها صريعة وضعيفة ومهزوزة ومتأثرة بالأحداث الدائرة على مستوى البطن بشكل عام، وعلى المستوى الداخلي أيضا من خلال سقوط محافظة عدن في يد المجلس الانتقالي وتضييق الحرية على تحركات السلطات الشرعية ومؤسساتها. نجد الكثير من الوزراء لا يستطيعون العودة إلى وزاراتهم، نجد الكثير من الموظفين الذين لا ينتمون إلى محافظة جنوبية لا يستطيعون مزاولة أعمالهم. هناك نوع من الوصاية الكبيرة من قبل التحالف العربي الذي لم يقم فعلا بواجبه الذي استدعي من أجله من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن هذا القصور الكبير من قبل المؤسسات الشرعية والتحالف المساند والذي جاء بطلب رسمي من قبل رئاسة الجمهورية وهو حق سياسي وأخلاقي وأيضا نتيجة للتغول الحوثي والانقلاب، لم تقم السلطات الشرعية وحلفائها بالواجب، وبالتالي وجد الحوثي مساحة كبيرة للتحرك وتقديم نفسه كدولة. هناك تغرير على الوسطاء بأنهم دولة من خلال مظاهر بسيطة، ليس لأن الحوثيين فعلا أجادوا لعب دور الدولة، ولكن لأن هناك غياب كبير لدور الدولة في الجهة الأخرى من المعسكر الشرعية الذي يجب أن تكون هي النموذج وأن تقدم الواجب الأسمى والرسمي في هذه يعني والأخلاقي في هذه المرحلة العصيبة للوطن. فعلا مجلس النواب قصر كثيرا وغاب، وهو الآن يتلقى الصفعات ويتلقى ربما النتائج لعدم اتخاذه الخطوات الجريئة واستصدار قوانين والرقابة على أداء السلطة الشرعية. مجلس النواب لديه صلاحيات كبيرة دستورا للرقابة على جميع المؤسسات الشرعية والحكومة أيضا وأداء الرئاسة، وبالتالي فإن تغييب البرلمان نتيجة أوضاع أمنية أو ربما عدم موافقة التحالف الذي اتهم البرلمان بأنه يتواطأ مع التحالف، بينما التحالف لا يرضى ولن يرضى بعقد جلسات البرلمان إلا تحت إشرافه، وهو ما يعتبر تعارض ونقض لهذا الحكم أخلاقيا وموضوعيا. هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب مثل السيد عبد العزيز قباري والكثير من أعضاء مجلس النواب الذين فعلا رفعوا أصواتهم عاليا ضد سياسات التحالف، وكيف يتهم هؤلاء الشرفاء والوطنيون بأنهم عملاء للسعودية ومتواطئون معها، بينما هناك يعني تعامل رسمي من قبل الجمهورية اليمنية مع دول التحالف بطلب التدخل ومساندة الجمهورية ضد الانقلاب، ولكن التحالف العربي خذل اليمنيين وخذل الرئاسة وخذل الجميع التطلعات التي كانت ملقية على هذا التحالف وأصبح يمارس دورا عكسيا. نعم. كل هذه التناقضات لو تسألنا أستاذ سمح للحوثي بأن يقدم نفسه. نعم أستاذ عمر، لو تسألنا كيف تنظر إلى موقف مجلس النواب وللشرعية أيضا بشكل عام، يعني لكل هذه الأحكام التي تصدر ضدهم ولا يحركون ساكنا؟ مجلس النواب حتى الآن لم يعقد إلا جلسة واحدة منذ الحرب، يعني كيف يمكن قراءة المشهد بهذا الشكل؟ باعتقادي أن مجلس النواب رغم تقدمه في السن ومضي حوالي 17 سنة منذ انتخابهم، لكنه يعتبر ضمان قانوني ودستوري اليمنيين عند غياب رئاسة الجمهورية مثلا أو عدم وخلو منصب الرئيس وعدم وجود السلطة البديلة. السلطة البديلة هي البرلمان بحيث تقود الجمهورية وفقا للأدوار التي يحددها الدستور بأن يكون البرلمان هو القائد لهذه السفينة الشرعية وسفينة الوطن، وبالتالي فإن هناك دور منوط بهذه السلطة ومنتظر ومتوقع، وهذا ما يهاجم الحوثيون. لا يريدون أن تكون هناك ضمانات وأن تكون هناك سلطات بديلة وقائمة وقادرة على الأداء دورها. هناك أيضا نوع من التخفف
من قبل أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلين على الشعب، والكثير من الأصوات الحرة والشخصيات الشريفة والنزيهة والوطنية تصعب على التحالف العربي أن تمارس ضغطها المباشر باستصدار قرارات ومشاريع ضيقة ربما لمصلحتها من خلال هذا المجلس. وبالتالي فإن مجلس النواب يعتبر ضمان رغم ما فيه من عيوب ورغم عدم انعقاده لسنة وأكثر. ما قام به من انعقاد هي خطوة جريئة، ولكن يجب أن تلحقها خطوات بالانعقاد. عليهم أن يخاطروا، هم ممثلين على الشعب، يجب عليهم أن يخاطروا وأن يعودوا إلى أرض الوطن وأن يعقدوا جلساتهم في حدود الإمكان ولو في غرفة كما قال السيد السابق، أن يقوموا بدورهم وأن يعقدوا. لا توجد شروط شكلية، وإنما فقط انعقاد المجلس نظرا لتوفر النصاب القانوني بأعضاء مجلس النواب، وبالتالي تنعقد الجلسات ويقومون بأدوار الرقابة وحتى على الأقل إصدار قوانين و القيام بالأقل بالقليل من واجبهم. هذا من جانب. من جانب آخر، على السلطة الشرعية أن تهيئ الجو وأن تمهد لمجلس النواب العودة والانعقاد حتى تقوم بدورها السياسي. يعني مجلس النواب يعتبر منصة تشريعية ورقابية تساند السلطة الشرعية، هذا من جانب آخر. نقدر أن الحكومة الشرعية من خلال الحكومة ومن خلال أيضا السلطة القضائية، يعني أنها تقدر السلطة القضائية أنها لا تتدخل في أعمالها السلطة القضائية ولا تقوم بتوجيهها واستخدام القضاء لإصدار قرارات وأحكام سياسية، ولكن على الجانب الآخر يجب على السلطات القضائية ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام أن يقوم بواجبه بفعلا تحريك قضايا موجودة. نعلم جيدا أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قدمت الكثير من الملفات الجاهزة والتي يمكن تحريكها وعقد جلسات قضائية ضد قادة الانقلاب بجرائم كبيرة جدا وعديدة. هناك الآلاف من الضحايا الذين تم رصدهم والكثير والآلاف من الجرائم الموثقة والتي يمكن البدء بمحاكمة المجرمين وهم قادة الانقلاب على ضوئها. بالتالي فهي قضايا حقيقية وقضايا واقعية وموثقة، ويمكن البدء من خلالها بتفعيل السلطة القضائية في هذا الجانب، ولا يعتبر هذا استخدام سياسي بل هو واجب قضائي وواجب قانوني من أجله شكلت السلطة القضائية. ونحترم ما تقوم به السلطات الشرعية من احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في السلطات القضائية، هذا من جانب. ونحترم أيضا استمرارها بصرف رواتب القضاء كون هؤلاء القضاء يقدمون خدمة لليمنيين في جميع عموم محافظات الجمهورية، ولكن لا يجب الخلط بينما تقوم بهذه السلطة وما يقوم به سلطات الحوثيين الانقلابية من استخدام لمسمى محكمة الجزائر المتخصصة كونها محكمة سياسية لا وجود لها على أرض الواقع ولا وجود لها قانونا ودستورا. وبالتالي فإنما يقوم به هي عبارة عن قرارات صادرة من المشاط ومن عبد الملك الحوثي بمصادرة أموال البرلمانيين الذين كانوا في جانب الشعب وفي جانب المواطنين الذين صوتوا لهم واختاروهم ممثلين لهم. هناك استغلال للقضاء، هناك محاولة تسييس واستخدام ولمصادرة ممتلكات بطريقة فجة، وهناك أيضا الكثير من المصادرات التي تمت بدون أحكام قضائية، وهذا لا يختلف في نظر الحوثي، ولكن هناك أهداف بعيدة المدى من خلال إضعاف السلطات الشرعية وضرب جميع السلطات المؤثرة والتي يمكن التعويل عليها بالقيام بأدوارها في المستقبل، والقول بأن السلطة الشرعية تقوم وتقف من جديد. يجب على السلطة الشرعية أن تراجع طبيعة علاقتها مع التحالف العربي، وعلى التحالف العربي أن يحترم ما جاء من أجله لخدمة اليمنيين لا لاستغلالهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عمر الحميري المحامي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.